ثقافة نضالية ضد القرار الثلاثي العشوائي اللي اتخذ. على أي حال هاد المسألة ديال منع المحامون وكتابة الضبط من دخول المحاكم ما هي إلا واحد المسألة تعسفية بشكل كبير اللي تمس العدالة في الصميم ديالها، وما يمكنش تفرض على المحامي جواز التلقيح. احنا ماشيش ضد التلقيح ولكن ضد فرض جواز التلقيح، فهاد المسألة هذه مسألة تعسفية لا ما يمكنش تمرر بهذه السهولة هذه. يعني جواز التلقيح باش يتفرض باش يدخل المحامي يؤدي المهام ديالو وكاتب دي المهام ديالو، هذه مسألة سابقة ما عمرها تكون وما يمكنش يتسكت عليها. نحن كمحامين على المستوى الوطني بمؤسساتنا الوطنية والمحلية وكأفراد نرفض رفضا قاطعا، ولا زلنا متمسكين باعتماد الجواز الصحي كشرط لولوج مرافق العدالة، لما في ذلك من خرق لكل القوانين وللقواعد الدستورية الضامنة للحق في التقاضي، كما هي ضامنة للحق في الحياة والحق في العمل، كذلك ضامنة للحق في التقاضي. نحن ضد كل فعل أو إجراء يتنافى مع القانون، ولذلك وقفتنا اليوم هي تشكل استمرارا للموقف الرافض. ولا شك أن الإخوة ديالنا في وسائل الإعلام قد اطلعوا على آخر بيان لمكتب الجمعية الذي انعقد مساء الأمس، اللي فيه لا زال التمسك الثابت بهذا الموقف في انتظار أن يبادر المسؤولون المعنيون إلى إعادة النظر في هذا الإجراء خدمة للعدالة بصفة أساسية. هذه الوقفة الاحتجاجية تجي في إطار تصريف لموقف جمعية هيئات المحامين وكذلك مختلف الهيئات عبر الوطن الخاصة تنديدا بالمذكرة الثلاثية اللي في الحقيقة فرضت كشرط هو الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، وهو حقيقة سابقة في التاريخ على اعتبار أنها تمس بأحد أهم المبادئ الدستورية والمبادئ التي تنص عليها المواثيق الدولية والحقوق والمبادئ الحقوقية العالمية، وهو حق الولوج إلى العدالة. وبالتالي فإن فرض جواز التلقيح هو فيه ما فيه من تكريس للتمييز، وثانيا لمس بالحق الولوج الى العداله سواء من طرف المحامي او من طرف المرتفق او المتقاضين او من طرف جميع الفاعلين في مجال العداله. كتجي هاد يعني الوقفات بعد القرار الثلاثي الصادر عن مجلس يعني المجلس الاعلى للسلطه القضائيه ووزير العدل ورئاسه النيابه العامه. ما نود التأكيد عليه وما نؤكده كذلك أننا نشجب هذا القرار الثلاثي الذي نعتبره غير قانوني وغير دستوري، وبالتالي استنكارنا ولهذا التضييق وللمنع الذي تعرض له يعني أطر وموظفي هيئة كتابة الضبط وكذلك كل المرتفقين والمرتفقات كمبدئين يتناقضوا مع المبادئ الدستورية التي تنص على أن الدستور يعني يضمن تأمين استفادة المواطنين والمواطنات من يعني خدمات المرفق العمومي. اليوم نعتبر هذا يعني ردة، أولا هي ردة حقوقية، تراجعات كبيرة جدا على مستوى التضييق على الحريات، كما أؤكد على أن هذا الأمر وأمر يتعلق لسنا كمكتب محلي وكنقابة ديمقراطية العدل المواطنة، لسنا ضد التلقيح طبيعة الحال كما يوهم البعض أن هذا النقاش ونقاش مغلوط بين الملقحين وغير الملقحين، هذا نقاش مجتمعي كبير يحتاج إلى نقاش وطني كبير من أجل يعني المخرجات ديالو، من أجل أننا يعني نمشيو فيه بعيد بأفق يعني يكون فيه شركاء فاعلين حقوقيين في المجتمع.